من باماكو محمد ناجي موفد الغد. محمد، تفاصيل هذه الزيارة، زيارة غويتا لغانا، وهل هناك ردود فعل حول تصريحات ماكرون بنيته بسحب قواته من مالي؟ نعم، مبدئيا اليوم يوم الأحد في مالي وهو يوم عطلة، لا توجد أي تصريحات، على الأقل على المستوى الرسمي لا توجد تصريحات، وكذلك على المستوى المدني لا توجد تصريحات، لأن لا توجد أنشطة اليوم في مالي، وربما ذلك نتيجة لحالة الترقب التي تسود هنا العاصمة المالية باماكو في انتظار ما ستسفر عن القمة الاستثنائية المنعقدة في أكرا العاصمة الغانية. هذه القمة تنعقد على تمام الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، أي الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وإلى حد الآن لا توجد ردود فعل على القرار أو التلويح الذي أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب القوات الفرنسية من والي. طب محمد، بطبيعة يعني الحال ماذا عن الملفات التي يحملها غويتا لغانا؟ نعم، هل يمكن إعادة السؤال؟ ماذا عن الملفات التي يحملها غويتا لغانا؟ نعم، كويتا هذا الأسبوع الماضي يبدو أن المجلس الانتقالي المؤقت والقادة العسكريون سارعوا خلال الأسبوع الماضي وتسابقوا مع الزمن من أجل ترتيب البيت الداخلي من خلال عدة لقاءات أجروها مع قادة السياسيين وعقادة المجتمع المدني ورجال الدين وجميع تقريبا المؤثرين في المجتمع المالي، وأيضا لقاءات مع النقابات العمالية، وحاولوا ترتيب البيت الداخلي لكسب الشرعية الداخلية من أجل تقديمها كملف بأنهم يمكن بهذه الطريقة أن تكون مالي هادئة وأن تضمن الاستقرار وتجنب أي خيارات أخرى. وكان الرئيس المالي المؤقت العقيد عاصم غويتا قد قال في تصريح بالأمس إنه لا خيارات أخرى أمامهم حينما تم تشكيل حكومة دون تشاور معهم، لأنه كان هناك خياران حسب تعبير العقيد غويتا، إما أن تتجه مالي إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وإما أن يقوموا بالإجراء الذي أقاموا به وهو الإجراء الانقلابي الذي شردوا بموجبه الرئيس الانتقالي باندو ووزير الأول ووزير الدفاع، وقالوا بأن ذلك ما يضمن الاستقرار لمالي. الآن هم يرون أنهم رتبوا البيت الداخلي، يحاولون تسويق ذلك لدى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، لكن كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة وقائمة. محمد ناجي موفد الغد من باماكو، أشكرك شكرا جزيلا لك.